هشام، يعني خليني اسالك علشان بس وقتنا. سؤال مهم. المرحله الاخيره كل واحد بيبقى له فيها وجهه نظر، واحنا كلنا ما شاء الله يعني كل واحد بيفهم بيبقى الكره من للكورة وجهه بيبقى بالظبط. يعني كل واحد بيفهم كره وبيفهمها من وجهه نظره. كابتن هشام ياكل، يفضل مين من الخمسه الاوائل في التصنيف يواجه منتخب مصر في شهر مارس وليه؟ بص انا بصراحة اواجه يعني اي تقول لي فرقة. مين وليه؟ بص مين انا ممكن يعني الافضل، يا ممكن يكون يا نيجيريا يا تونس. يا نيجيريا يا تونس يا تونس. ليه؟ تونس بالنسبة ليك قريبة منك دلوقتي، لأن اللعيبة بتاعتها قريبة منك، علي معلول وعندك الجزيري وعندك ساسي، فأنت عارف اللعيبة دي وهتقدر تحتك، فمش هيحصل نوع من أنواع الرهبة، لأن اللعيبة دي معروفة عندك طيب في الدوري نيجيريا المصري. نيجيريا بص أنت متفوق على دايما الفرق الأفريقية بشكل كبير جدا. التكتيك بتاعها ضعيف شوية، ها؟ يعني تكتيكهم في الملعب بيبقى ضعيف شوية بالظبط. دفاعيا حتى ما هو خصوصا. بالظبط، انت لما بتركب الماتش وانت تعلم ده، لكن انت لعبت كتير قوي جدا ضدهم واخدت بطولات كتير جدا، هم الافارقه مجرد انك انت لو ركبت شويه معاهم بيفكوا ادائهم، بيبقى مفكك، ما عندهمش ترابه تاني، تحس ان هم بيرجعوا للاداء بتاعهم بتاع افريقيا بتاع زمان، اللعب الهرجله ويجروا اي حته واتجاهات وكلام من ده. فعشان كده انت بتعرف تلعب الكره الافريقيه كويس جدا وبتعرف تسيطر عليها. الكره الجزائريه والكره المغربيه هتتعبنا شويه. التوانسه زي ما قلت لك كده اهو، بقت يعني بقت مننا فينا دلوقتي. السنغال ولاد لذيذة ومحتلين السنغال برضو التصنيف مش بقالهم سنتين طبعا. وفرقة. اه طبعا.